السلام عليكم كبيدات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما ينقصكم حتى خير يا ربي. اليوم فيديو جديد ورائع وانيق كما كنعودكم دائما في الفيديوهات ديالي. اليوم عندنا الراندا البنات اللي متنوعه على التوب سامبل وكذلك على التوب اللي عليه الرباطي، تشكيله رائعه وهماويه وحصريه ديال 2023. الستيل جديد كما كتشوفوه في الحصيره اللي كتجي على هذا الستيل، هذا كتجي بقميص ديال المسلم مطروز بالرباطي. اليوم تشكيله ما بين الرباطي وما بين الراندا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله بحول الله. نتمنى يعجبكم هذه الموديلات وينالوا الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا الراندا الحصيره اللي كتكون مفروقه في الصدر، كاينه اللي كيخدمها بالحبه وكاينه اللي كتخدم بالعقيدات. هذا الستيل هذا مخدوم بالعقيدات في الوسط، وكاينه اللي كتكون هابطه بالحبه. كلهم كيجيو انيقين وكيجيو همويين، يعني الراندا راها عندها تاريخ كبير بزاف في هاد الموديلات هادو الجداد اللي كيجيو على هاد الستيل هذا، وكيجي اللون في اللون بهذه الطريقه هذه، لا بالنسبه للطرز ولا بالنسبه للرباطي. كما كتشوفوا العقيدات في الصدر، كاينه بعض الموديلات اللي تيكونوا عندهم الحبه يعني كتكون مسدوده مره وعندها الحبه في الصدر، كتهبط راندا حبه. كاينه بزاف ديال الموديلات اللي غادي نتقاسمهم معكم في هاد الستيل ديال الراندا اللي غادي نتمنى يعجبوكم وينالوا الاعجاب ديالكم. وتنقول لكم دائما بارطاجيو الاحباب ديالكم والعائلات ديالكم باش تعمل فائده ويزدهر الزي المغربي التقليدي يطلع للعالميه في الدول الاوروبيه وكذلك في الدول العربيه. نتمنى تبارطاجيو لا فيديو، وما تنساوش البنات ديروا اللايك باش يترفع الفيديو ويتشاف لجميع الدول الاوروبيه فضلا وليس امرا منكم. تحيه للقناه وكذلك تحيه للعريضات وتحيه للصنيعيات ديالنا، الله يعطيهم صحتهم وخلي لهم ربي ايديتهم وعويناتهم. كما كتشوفوا هذا الموديل هذا اللي كيجي ستيل خفيف وتا هو بالقميص، ماشي بحال الاول يعني كانت الراندا عريضه، هذه الراندا غير بالراندا ديال الربعه وكدوز بسميتو برباطي رقيق في الهبطه، كتجي في جميع الالوان البنات. هي الراندا ما عندها حتى شي لون محدد، يعني جميع الالوان ديال الاثواب كتجي عليهم وجميع الانواع ديال التوب، كخاب دو سوا كتجي في الكشمير، كتجي في اي توب كتجي، لا في جليليبه ولا في القميص، لا كتجي في التوب ديال الجوهره، يعني هي دائما كتحضر في سميتو في الاثواب. بالنسبه لهذا الموديل هذا حتى هو نفس يعني كتغير غير اللون، يعني كيجي اللون في اللون اللون الابيض، وهذه مخدومه بالكورميطا كما كتشوفوها رقيقه وعندها قميص خفيف ديال لا مسلم في الصدر بالدريس والكميمات كذلك، كيجي حتى هو ستيل عصري. وكاينه اشكال اخرى اللي غادي نتقاسمها معكم في هذا الموديل هذا، يعني هذا سميتو التويب ديال الحرير اللي كيجي حتى هو بساتان دو سوا في القميص ديالو، وكتجي مخدومه اما بالرباطي اما مخدومه على ربعه في الهبطه، وكتجي عندها الرباطي في الصدر اما في بالكورميطا اما بالثلاثيه. هادو كاملين كيجيو رقاقين على هاد الشكل هذا، وكيجيو همويين وانيقين وخفافين، ما تطلع لكش فراسك نهائيا الراندا بهاد الستيل هذا اللي كيجي خفيف وكيجي في جميع الاثواب وجميع الالوان كما كتشوفوهم، يعني حاضرين في جميع الالوان. كاينه بزاف ديال الاشكال اللي غادي نتقاسمهم معكم في هذا الفيديو هذا. ما تنساوش البنات كملوا الفيديو، دائما تنقولها لكم كاينه اشكال همويه ورائعه اللي مخدومه بالرباطي كذلك ومخدومه بالراندا باللوان، يعني عتعجبكم بزاف وعتنا الاعجاب ديالكم. وتنقول لكم البنات بارطاجيو الاحباب ديالكم، ما تنساوش حسابي في الانستغرام، دخلوا تشوفوا الجديد اللي عندي، كنخلي لكم في صندوق الوصف وكذلك في ديال التيك توك. مرحبا واهلا بالجميع، وما تنساوش البنات كملوا الفيديو باش تشوفوا اشكال همويه اللي جبتها لكم اليوم. وتنقول لكم الى اللقاء فيديو جاي ان شاء الله بحول الله، مع السلامه.